أخبار اليوم. يكونان رقم 4 في الشكل المستوى سين يوازي المستوى صاد والمستوى عين قاطع لهما وقياس زاوية ب 90 درجة وألف دال يساوي 4 سنتي دال ب 8 سنتي ب ج 9 سنتي فإن ألف يساوي نقط سنتي. 5 المستقيم أنا لسه هرسم الشكل أهو. السؤال الخامس المستقيم العمودي على كل من مستقيمين متقاطعين من نقطة تقاطع هما يكون 6 مكعب مساحته السطحية 96 سنتيمتر مربع فإن طول قطره يساوي أو نقط سنتيمتر. نشوف مع بعض ازاي نحل امتحان زي ده. ابناء الطلبه في مثل هذه الاسئله الموضوعيه انا لا بنقل المساله من كراسه الاسئله او من ورقه الاسئله ولا حاجه، انا باجي على جنب عايز اعمل هنا هامش اجرب فيه واطلع الحل الصحيح. ماشي، عارف الحل الصحيح بكتبه على طول مباشره، يعني انا بكتب اجابه السؤال رقم 1 يبقى انا عايز 1 عايز 2 عايز 3 4 5 وهكذا، انا عايز الاجوبه بس وهي دي اللي هتحسب عليها الدرجه. لكن الطالب اللي مش مطمن لاجابته فبيعمل هامش على جنب، مفيش مانع ابدا. فنبدا كده في حل رقم 1 س في ن ق 4 يساوي ن ل 4. اسال نفسي سؤال مهم، ما العلاقه بين التباديل والتوافيق؟ نكتبها كده مع بعض هنا. نون قاف ر ماذا يساوي؟ ها نون لام ر على مضروب مين؟ الر. فيبقى الطرف اليمين هنا هيكتب ايه؟ هيكتب س في نون لام 4 ها على مضروب مين؟ 4 صح؟ سمع الناس بتقول معايا ايه؟ ها بيساوي مين؟ نون لام 4. شايفين هنا؟ نون لام 4 نون لام 4 اقدر اقسم. يبقى س على مضروب 4 يساوي 1، يعني الس بكام؟ بمضروب 4، ودي سهل حسابها
مضروب 4 4 في 3 في 2 في 1 يعني الجواب كام يا اولاد؟ 24 مظبوط. مسألة تانية، مسألة أعداد مركبة، عين تربيع يساوي 2 ت، فإن عين يساوي، واضح إن أنا عايز عين، يعني عايز الجذور الإيه؟ التربيعية. طبعاً ديت علشان إنك إيه نشتغل أرض موفر يبقى فيها إيه صعوبة أو مش صعوبة، هتبقى فيها إيه؟ وقت شوية، لكن لازم أبنائي يكونوا حافظين الجمل دي. واحد زائد ت، الكل تربيع ماذا تساوي؟ واحد ناقص ت، الكل تربيع ماذا تساوي؟ لو فكنا دي مع بعض، مربع الاول زائد مربع الثاني زائد الاول في الثاني في 2، مربع الاول زائد مربع الثاني زائد الاول في الثاني في 2 يبقى واحد، زائد ت تربيع بسالب واحد راحوا مع بعض، الاول في الثاني في 2 يبقى يدينا 2 ت. طب واحد سالب ت الكل تربيع زيها بالظبط، بس هتدي مين؟ سالب 2 ت. يبقى انا ممكن استبدل ال 2 ت دي بايه؟ بالقوس ده، ويبقى عين تربيع يساوي واحد زائد ت الكل تربيع، يعني العين يساوي موجب او سالب واحد زائد ت. وادي الاجابه بتاعت الاولى ايه عشان نطلعها ايه؟ الكلام ده انا قلت مره قبل كده، مش عايزين ده كله، احنا عايزين الاجابه فقط. رقم ثلاثة ديت نتيجة وانت حافظها، إذا قطع مستوى مستويين متوازيين فخط تقاطعه معهما يكونان متوازيين، صح مظبوط. وراء على طول مسألة تطبيق عليها، المستوى س بيوازي المستوى ص، المستوى عين قاطع لهما في دال ه وب ج، يبقى دال ه يوازي ب ج، ومدينا اطوار الالف دال دي بكام؟ باربعه، والدال ب ده ايه؟ بثمانيه، والب ج دي بتسعه، وطالب منا طول الف ه. وهي في راس السؤال ان قياس الزاويه ب كام؟ 90. واضح ان ا ب 12 سم، ب ج 9 سم، من نظريه فيثاغورس يا اولاد هيبقى ا ج بكام؟ 15، يبقى ا ج كده ب 15. طب انا عايز ا ه، احنا قلنا ثبتنا ان ده ه يوازي ب ج، يبقى في مثلث هنا اهو ا د ه بيشابه المثلث ا ب ج، ويبقى ا د على أ ب اللي هو 4 8 ونص، ولا 4 على 12 اللي هي الثلث، أ د على أ ب يساوي إيه؟ أ ه على أ ج، أ د ب 4، أ ب ب 12، أ ه ده المطلوب، أ ج ب 15، ويبقى أ ه ديت ب 5 سم. مهم جدا حفظ النتائج او النظريات والنتائج. نظريه زي اللي قدامنا دي، المستقيم العمودي على كل من مستقيمين متقاطعين من نقطه تقاطع هما يكون عموديا على مستويهما بالظبط. وجت بعدها نتيجه بالمناسبه هي تعميم للنظرية، المستقيم العمودي على كل من مستقيمين مستويين معا وغير متوازيين. خلاص مستويين معا يعني يقعان في مستوى واحد، وغير متوازيين يعني هيتقاطعوا، يبقى هيكون عموديا على مستويين. إذا النتيجة
أشمل وأعم من النظري. نشوف الرقم 6 اللي قلنا يكون عموديا على مستويهما. مكعب مساحته السطحية 96 سنتيمتر مربع. في حاجة اسمها مساحة سطحية، في حاجة اسمها مساحة جانبية. مساحة سطحية المكعب له كم وجه؟ 6. ايوه سمعت اهو بيقولوا 6، وكل وجه على شكل مربع. مربع بالظبط. يبقى الاسطح كلها متساويه في المساحات بتاعه المكعب. يبقى لما اقسم 96 على 6 يبقى مساحه الوجه الواحد يدي 16. يبقى طول حرف المكعب الجذر التربيعي بتاع 16 كام يا ولاد؟ 4. 4. طول قطره، ايه هو قطر المكعب وايه هو قطر وجه المكعب؟ قطر في المكعب قطعة مستقيمة تصل بين رأسين لا يقعان في مستوى واحد. لو رسمنا بسرعة كده هذا المكعب اهو، ادي ألف ب جيم دال ألف شرطة ب شرطة جيم شرطة دال شرطة. قطر في المكعب زي ب دال شرطة، قطعة مستقيمة تصل بين رأسين ليس في مستوى واحد. أو دال ب شرطة أهي، أو ألف جيم شرطة، أو ألف شرطة جيم. وهنلاحظ إن كلهم بيتقاطعوا إيه؟ هم أربعة، بيتقاطعوا في نقطة واحدة وينصف كل منهما الإيه؟ أو ألف شرطة دال ده قطر وجه، دال شرطة جيم ده قطر وجه، وهكذا. طول قطر المكعب بيساوي جذر 3 في طول حرفه. إحنا هنا جبنا طول الحرف بكام؟ فاكرين؟ 4. يبقى طول قطر 4 جذر 3. أما طول قطر الوجه هيبقى 4 في جذر 2. ده كان السؤال الأول.